يعني آدم عليه السلام نهي عن الأكل من الشجرة فأكل فكان النهي، أما إبليس أمر بالسجود فامتنع عن الأمر. فقال ابن القيم وترك إبليس للأمر أعظم من وقوع آدم في النهي، لأن ترك الأمر دلالة على التكبر في الإنسان، أنا ما أريد أنصاع لله رب العالمين. أما الوقوع في النهي قد يكون لضعف الإنسان وبشريته فيتوب الله عز وجل. نأخذ أسئلة. ولذلك تحريم الحلال أعظم من تحليل الحرام، تحريم الحلال نعم أعظم إثما وجرما عند رب العالمين من تحليل الحرام. لماذا؟ لأن تحريم الحلال تشريع ربوبية، تشريع نعم. عرفت؟ بينما تحليل الحرام قد يكون بالشهوة، بسبب الشهوة، ضعف الإنسان ما إلى ذلك. ففرق بين ضعفه وشهوته وفرق بين التألي على رب العالمين والتكبر. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.